أخبث حاجة في الدنيا هي أنه السن يضحك السن والقلب فيه الخديعة، خصوصا من طرف شي حد في عائلتك. حكاية الليلة غادي تعلمك أنك تحدي راسك باش عمرك ما تقدر ولا ما تقدري تآدي من هذا القلب اللي فيه الخديعة. ما تمشوا فين؟ أعطوني ودنيكم وأجو تسمعوا معي حكاية الليلة. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. كيف ما كتفرحوني في التعليق الله يفرحكم، وشكرا على كلامكم الرائع والجميل اللي تيشبه القليبات ديالكم. فبغيت غير نقول لكم بلي انه ما عندي ما يتسالكم، لانكم مشيتوا حتى عرفتوا صاحبه الحكايه نتاع الحلقه اللي فاتت ديال البارح. كتروا مع راسكم، وراني عارفه بلي انا عندي متابعين تبارك الله اذكياء. هادشي باش كنحاول انا نقدم لكم ما يليق بدماغكم وبتربيتكم الحسنه. شكرا لانكم خليتوا لها كلام جميل. من غير هذا، هاد الايام غادي تصبروا معايا، حيت كل مره غادي نحطكم في شي ديكور في شكل، لانه داري مرونه مش قلبه، حيت قريبا قريبا ان شاء الله راني جايه المغرب، وراكم عارفين الروينه ديال السفر كيفاش كتكون. المهم عفتني هو الاول على زر الاعجاب لتحت، الله يسهل امرك، ويلا نبداو في الحكايه ديالنا الليله، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا ايمان، حليت عيني وانا تنعيش طفوله اللي هي زوينه، كلها حيويه وطاقه ونشاط. كانت عندي رغبه في الحياه، وكنت نقرا مزيان ومتفوقه، وكان بابا حريص انه يربينا مزيان وباش يحقق واحد العائله اللي كان ديما هو كيتمناها. من سن 7 سنين وانا دايره الحجاب، وكنت نقرا قران، وكنت عزيزه عند بابا. حنا وليداتو كنا عموما متميزين في قرايتنا، وكل شيء تيهضر علينا، شوفوا ولاد فلان وشوفوا ولاد فلانه متخلقين وتيحشموا. كنا مخليين البصمه ديالنا في العائله لدرجه انه كل شيء تيدوي فينا، واكيد ماشي كل شيء تيبغيك. فيهم اللي فعلا فرحان بينا ولينا، وفيهم اللي تيعطيك الضحكه الصفراء ولكن ما حاملكش من الداخل. عني انا كنت غير تنضحك ومحبوبه عند كلشي وعند خوالاتي. واحد خالتي عندي كانت كتعاملنا واحد المعامله اللي هي خاصه حنا ولاد فلانه، لدرجه انه هادشي خلى عند اشخاص واحد اخرين واحد النقطه سوداء. هاد الاشخاص اللي غادي يحقدوا وغادي يكحل قلبهم من جهتنا كانوا اقرب الناس لينا. ملي كنا كنتجمعوا عند الميمه كاملين كنا كنلعبوا وكنضحكوا. الوالده ديالهم كانت ديما النظرات ديالها عليا انا بالضبط بواحد الشوفه اللي كانت ديال الكراهيه، لدرجه انه هاد السيده ما كانش كتقدر انها تحبس راسها وكدير هاد النظرات قدام ماما. ماما بقات صابره شحال حتى لواحد النهار وهي تقول لي اسمعي بنتي ايمان، راه عمتك كتبقى ساهيه فيك وكتشوف فيك شي شوفات اللي هما غير طبيعيين، وانا ما عرفتش علاش. ماما ديما كان خاطرها هارب ليها من جهتها، كانت كتقول لي ديما ردي بالك بنتي وما تبقيش تعاودي كلشي وتمشي معاهم، باش نكونوا كاملين غنمشيو مجموعين، ما كاينلاش انك تعزلي وتبقاي غير معاهم. انا بحكم انه علاقتي اللي كانت ما بيني وما بين بناتها واحد العلاقه اللي كانت زوينه وبريئه، وانا داك مازال كنت باقا صغيره يعني ما عندي ما نعرف، كنت تنقيل عندهم وغدا جايه كنلعبوا مجموعين، علما انه بناتها كانوا كبر مني، واذا كانت عندهم شي حاجه ديال التمارين كنت انا اللي كنخدمها لهم. وهاد النقطه بالضبط اللي ما كانتش كترضى بها عاد عمتي، علاش انا نكون حسن منهم ومهتمه بالقرايه عليهم. المهم دوزنا الصغر وانا عقلي ما عندي فيه حتى شي حاجه من جهتهم، من غير ماما اللي كانت ديما كدو معايا بالمعنى وباللي حضي راسك بنتي، وانا كنت كندور فيها لا راكي غلطه، راه ما كاينلاش انه نعمرو قلبنا من جهتهم، راه نيتهم ماما صافيه ما عندهاش لاش اصلا تشوف فيا ديك الشوفه وتكرهني، حيت بالعينين والقلب ديال الطفوله ما كنتش عارفه الحاجه الخايبه والحروب ديال الشياطين. ماما وبابا عاشوا واحد القصه زوينه ديال الزواج، ما كانش علاقه زوجيه وصافي، كانوا تيبغيو تيحترموا بعضياتهم. فاش ماما تزوجات بابا حبيبي اللي هو خو ماما غادي يتزوج بعمتي خوت بابا، هاد عمتي اللي قلت لكم عينيها عليا. الزواج ديال ماما كان السبب في الزواج ديال هاد عمتي، واخا حبيبي ما كانش باغيها، والميمه بقات عليه هاد العائله مزيانه حتى انت تاخذ منهم. فاش حبيبي دا عمتي ما كانش باغيها، وهذا الشيء خلاه باش انه يعيشها واحد العيشه اللي هي خايبه، ما كانش معيشها مزيان، كان معنفها ومعيشها التعاسه، وهذا الشيء خلاها انها تزيد تحقد وتكره. من واحد الناحيه ما كانتش متقبلاني لانه انا فلسان كلشي بالمزيان، ومن ناحيه واحده اخرى كانت كتغير من العلاقه ديال بابا وماما. وصلت للثانويه وغادي نتراجع على قرايتي، ما بقيتش كنقرا مزيان، وبحيله خديتي بنت وحطيتي بنت، وانا ما عارفاش شنو هو السبب. نفسيتي ديما مخنوقه وصدري ديما ضارني وما حامله حتى شي حاجه، وغادي يدخلني اكتئاب وانا صغيره وما عارفاش علاش، لدرجه انه ما غاديش ننجح في الباك ديالي. قلت يمكن ما رانيش خساريت التوجه الصحيح. هذاك العام بالضبط
تقلبات الموازين. غادي يجي يخطبني واحد السيد فايتني ب15 عام ديال الفرق. انا داك ما عاودتش العام، ولكن دخلت سنه اولى فواحد مدرسه جامعه اللي غادي نقرا فيها على ود واحد الدبلوم وندير فيها شي حاجه اللي هي كتعجبني. بديت كنقرا وكنت كنجيب نقاط مزيانه، واخا تجيني ديك الحاله ديال الاكتئاب كنوض وكنتغلب عليها وكنقوي راسي براسي. داك العام دوزو بحال هكا، ماما ما تقبلاش الفكره ديال انني ما خديتش الباك، وهذا سبب من الاسباب اللي خلى داك السيد انه يتقدم ليا باش يتزوج بيا، بمعنى انه تقبلوا ليا باش نتزوج به. فجا المره الاولى باش ندير تعارف غادي يحضروا عماماتي وكلشي. من بعد بقيت كندوي معاه، كنت كنعجبو صراحه، هو ما كانش كيعجبني وما عرفتش واش داكشي كان بخاطري ولا لا. المهم داكشي جاني غير طبيعي، بالليل ونهار ما بقيتش كنحمل فيه الشعره هي التاليه، علما انه بقى لينا غير 15 يوم باش نديروا العقد والعرس. غادي نمشي مع واحد عمتي لواحد المدينه على اساس بلي انني راني هاربه باش ما يقولوش لي تزوجي به. صراحه السيد كان تيعاملني زوين وكيتهلا فيا وموعدني بزاف ديال الحوايج، ولكن ما بين الليل ونهار ما بقيتش باغاه ونهائيا، ما بقيتش قادره اصلا طايقاه ما حملاش. بقينا في الصداع والمشاكل حتى فرقنا الشقه لبعضياتنا، ورديت لي خاتمه وكل شيء ديالو. داز هذاك العام ودرت من بعدها واحد الباك حر، وهنا غادي نرجع العام اللي ضاع ليا. والعام اللي ضاع راني خديت فيه الدبلوم في واحد الشعبه وشديت الباك، ضربت عصفورين بحجر. من موراها فكرت انني نمشي لواحد البلاد في الخارج عند بابا، حيتاش هو مشى لتما، وقلت اجي ندير حتى انا الشعبه اللي تخليني نلحق عليه. غادي نقرا باك انترناسيونال على وديت ديك البلاد، وتقيت في واحد الجامعه تما وتقبلت. النهار اللي غادي يخرجوا النتائج كانت معايا وحده من بنت عمتي، ديك عمتي اللي كنت وحله ليها في حلقه اللي بالنسبه لي انا شيطانه، كانت معنا في الدار هي وماما. فاش خرجت النتيجه بلي انني نجحت بقيت كل تنقز وكنغوت غير بالفرحه. اما ديك بنت عمتي ما فهمتش انا شنو وقع لها في البلاصه، تغير اللون ديال وجهها، كانت كتضحك. ديك الساعه تبدلوا الملامح ديال وجهها بالصدمه وسمحات فينا وخرجت عند واحد خالتي وحده اخرى، وحنا ما دايرين ليها والو، اللي هي كتجيها عمتها. الحقده والكراهيه بانت فيها ديك اللحظه، فتحات راسها براسها. ماما بدات تقول لي والله يسرى بنتي ايمان، والله يكمل عليك بالخير هادشي وصافي، حيت هادشي ما كيبشرش بالخير. شفتيها كيف ولات في وجهها، شفتيها كيفاش دارت. انا ما تسوقش هاد الكلام، بمعنى ما عمرتش راسي بهاد التخربيق. حتى بديت كنكبر عاد بديت كنلاحظ الحوايج اللي كانت كتوصلني عليهم ماما، وباللي هضرتها راه صحيحه فعلا، قلبهم كحل وعامر حقد. انا كان عند بالي بلي انه لا العكس، وكنتعاطف معاهم حيتاش كنت نقول بلي انه حبيبي ما كانش كيعاملهم مزيان، وكان تيضربهم وكيدوزها عليهم، وكنت ديما معاهم في جنبهم باش ما يضربهمش لا انا ولا ماما. فاش خرجوا النتائج ودفعت لديك الدوله ما طلعوش ليا الوراق، ورفضوا ليا الملف، وانا ما فهمتش اصلا علاش وكيفاش. الحلم ديالي كان هو انني نمشي لديك البلاد باش نجلس مع بابا ونقرا ونشوف مستقبلي. هنا غادي ندخل فتره حزن واكتئاب وعاوتاني المعاناه. بقيت نقول انا قريت مزيان وكنجح، علاش غير بديت كنوصل للباك وقريت مزيان وتحمست في هذا الشيء ديال اوروبا، وفي هذه الاواخر كلشي بدا كيتخربق ليا. ديك العام اللي ما صدقش ليا فيه هذا الشيء غادي ندخل نخدم، قلت لهم في الدار انا ما غاديش نبقى جالسه، وبما اني تنسكن في مدينه صغيره غادي نمشي لمدينه واحده اخرى، وخدمت وقلبت الصفحه. هاد الوقت كانوا تيجوني عروض ديال الزواج وما كنتش تنقبل ما واحد ما زوج، كنت تنقول حاجة عادية انه يجيني شي شخص ونرفضه، مع العلم انه التاني اللي كان جاني كنت باغاه وكنت نحلم نعيش معاه ونكونوا اسرة مجموعين. غادي نخليه حتى يجي هو ودارهم، وقلت له ما تليتش باغاك، يعني شي حاجة ماشي طبيعية، ولكن ما ديت ما جبت، قلت عادي هاد الشي. رفضته بدون ادنى سبب، علما انني كنت باغاه وبزاف. بديت الخدمه ودخلت عاوتاني في مرحله حزن ككل مره، ومن بعد ما دازت 15 يوم على الرفض اللي رفضته حسيت كانني غير كنت نحلم. عاد توقت وعقت بلي انه قلت ليه بلي انني ما تيتش باغاك، كيفاش وقع هادشي؟ ما بغاتش تدخل ليا لراسي. غادي نكمل الخدمه ديالي، وماما مشات لحقت على بابا وبقيت انا بوحدي، علما اني كنت متشبته بماما وبزاف، ضحيت وخليتها وهي خلات الدراري خوتي بوحدهم اللي كانوا كبار وقادين براسهم. انا فاش مشات عليا ماما لقيت راسي بوحدي، وفي هذا الوقت غادي يتصير عليا الحال، ولات كتجيني واحد الخنقه في صدري حتى كنبغي نموت، ما عرفتش علاش كنت نبغي نقطع حوايجي. وفي هذه الوقيتات كانت تكون معايا غير واحد صاحبتي. واحد النهار وهذا الشيء تيوقع ليا، وانا عند بالي بلي انه ربما هذا الشيء اللي وقع ليا راه غير شي حاجه نفسيه،
حتى غادي تقول لي صاحبتي ايمان راه ما فيها بس انك تمشي تشوفي شي واحد اولا شي راقي اللي يقرا عليك القران، راه راك ما خسر حتى شي حاجه. فعلا واحد النهار تزير عليا الحال وكنت خارجه من الخدمه وداتني عند واحد الرجل تيقرا القران وهو يقرا عليا، غير هو بدا كيقرا جاني بكاء هستيري وبقيت نغوت وكنت دايره واحد السلسله ديال الذهب في عنقي ما حسيت حتى غادي نحيدها ونقطعها. المهم داك الراقي تيقرا عليا ويقول لي يا بنتي راه عندك السحر اللي واكله وراه بفضل مولانا كل شيء غادي يكون مزيان، غير صبري انا غادي نكمل عليك دابا القرايه يا بنتي، واذا قدرتي تشوفي شي حاجه ولا شي صوره ولا وجه قدام عينيك قوليها ليا. فعلا هو تيقرا عليا غادي تجيني تخيلوا معايا الصوره ديال عمتي ما بين عينيا. انا في ديك اللحظه ما كنتش اصلا تنفكر فيها كيفاش جاتني صورتها ما بين عيني، ما فهمتش ديك اللحظه اللي كان هو تيقرا عليا فيها بحال دخلت في شي مرحله نتاع اللاوعي وتنقول واش انا تنحلم. وهنا نطقت وقلت ليه شنو كاين، هو غادي يقول لي هذه اللي شفتيها بنتي هي اللي مأذياك وها فين كليتي وشنو كليتي بالضبط، غادي يعطيني شنو وقع ليا. قال لي راه بغات تقتلك ما عرفش شنو بغات عندك بالضبط. تلفت وما عندي ما ندير وشنو غادي ندير، انا ما مستوعباش وما مدخلاش راسي هاد العالم ديال السحر والشواذة، حتى بدا كيأثر لي على حياتي. بحال مثلا كيجي شي حد يخطبني وما تنكملوش وانا غدا وكنزيد وكنكبر وكنطرح بعض الاسئله علاش وعلاش وما كنلقاش لهم الجواب. بقيت في وسط واحد الدوامه اللي ما عارفاش شنو غادي ندير فيها وما عارفاش كيفاش نخرج منها وما قادراش نقول لماما، وداكشي غادي تاثر على صحتي. وليت كنقول شي نهار غادي تجيني هاد الحاله ونخرج للزنقه نطج، ما كاينش اللي يرحمني ولا اللي يعقل عليا، حيتاش انا ما كنتش ساكنه في مدينتي، مشيت خدمت في مدينه واحده اخرى، حتى والديا ما يعرفوا عليا والو. فملي بديت كنرد عزاكم الله ولا كنرجع اضطريت انني نقولها لخوتي ورجعت لمدينتي وجبت واحد الراجل اللي كان تيقرا لي القران معروف عندنا من صغرنا الله يعمرها سلعه، وجا قرا عليا وجاتني عاوتاني الحاله نفس الحاله وخوتي بداو تيبكيو ما كانوش عارفين، وهو يقول لي نفس الهضره نتاع داك الراجل الاخر باللي راه بصح هادشي اللي فيا وراه سحر وماشي ديال الضحك، حيت فعلا راني واكله شي حاجه خايبه. تما فين قالتها اختي لماما وها شنو تيوقع لايمان، بقيت في الرقيه لدرجه وليت كارها وما حاملاش وعييت وتيقولوا لي غير صبري باش تعالجي، وانا بحال صافي عييت وسمحت في داك الشيء مابقيتش متبعاه. وللمره الثالثه غادي تقدم لي شاب مخلق ما فيه ما يتعب وولد الناس بحال دوك اللي دازو وما تيكون بينا حتى شي مشكل، حتى كنوضوها وما كنعرفش السبب علاش. حتى واحد النهار غادي يقول لي انتي ماشي عاديه سيري جري على راسك، علما انني ما عاودتش ليه وما عارف شنو بيا ولا شنو داز عليا. وبلا ما نقول ليه اش بيا قال لي انت راكي ماشي نورمال، كان جا هو وعائلته للدار يهضروا فيا. من بعدها سالينا وفرقنا عاوتاني الجوقه، هذا الفلاش كيتعاود ليا بزاف في حياتي حتى قلت صافي واقتنعت اذا راه داكشي كاين ديال السحر، وبديت كنامل فعلا باللي انه كاينه شي حاجه مديوره ليا، حيت لقيت راسي ضايعه تيجوني فرص وبديت نكره الوحدانيه وانا بوحدي، ولات عندي رغبه انني نكون عائله حيتاش غدا وتنكبر في العمر وتنشوف وليدات اختي وكنحس بالشوق انه يكون عندي حتى انا وليدات. غادي نمشي عند راقي واحد اخر لانه انا ما كنقدرش نصبر وتنخلي كلشي، وتيبقاو يقولوا لي قراي القران وقراي على الماء ودوشي وفعلي، وانا ما كنتش كنقدر ندير هذا الشيء، كان فوق من الطاقه ديالي، شي حاجه كانت تخليني انني نحبس كل مره كنت كنبدا فيها. حتى غادي يقولوا لي سيري عند واحد السيد شوفيه، انا ما خسره والو، ماما اللي كانت كتقلب ليا من تما كانت كتهضر مع خوالاتي حتى وقفوا معايا. هذا الراقي الاخير غادي يقول لي ما داويتيش راسك، وهذا الشيء كيتحول لك المس والجن عاشق اللي كيدور بك، هو ما مزوجش معاك ولكن راه تيدور بك وراك كتحسي به. وفعلا كنت نحس بشي حاجه معايا ديما خصوصا بالليل. قال لي ضروري يا بنتي انك تصبري وتجاهدي ديرها في يد الله وكملي راك ما خاسره والو. وانا كندير هادشي غادي تقدم ليا للمره الرابعه سيد واحد اخر من اوروبا، بقينا كندويو على اساس انه غادي يجي للدار ويشوفني، وكنا كنهضروا حتى ما بقيناش كندويو بمره كانه عمره ما كان وبدون سبب. بخصوص ما كان تيوقع ليا هادشي في حياتي ولا عندي عادي، غادي ندير داكشي كامل اللي خصو يدار عند الراقي وكملت من عندي، حتى مؤخرا عاد لقيت راحتي وسط العكوسات اللي عندي في حياتي والمشاكل والعراقيل من نشدست خلاو عندي عقده انه دغيا كنفشل ونزيد في حالي ونقول بلي انا ما تليتش باغا، لدرجه ما مره ما زوج فاش كنطيح الارض كندعي في راسي بالموت غير باش نرتاح، لانه وليت عامره سلبيات وما بقيتش مركزه في خدمتي وما بقيتش باغا نخدم ولا ندير والو في حياتي. عمتي وبناتها غادي نقطع علاقتي بهم
وما غاديش نبقى معاهم كيف كنت من قبل. صافي داكشي اللي درت، واخا هما ما عرفوش كيفاش وعلاش، ما عمرني واجهتهم بشنو درتو، حتى من مرتي بدلتها باش ما تكونش عندهم، وهي كانت كدير المستحيل باش انها تاخذ مرتي. وقت ما كنت كنتبدلها كانت كتمشي كتجيبها، كانت مصره انها تخليني قريبه منها شنو تندير وتعرف الجديد ديال حياتي. ملي شفت راسي بلي انني تاديت بزاف، قررت باش انا ندير حد لهذا الشيء، ولكن ما بيني وبين راسي تنخاف لنكون ظلماها، خايفه لنكون ديت الذنوب على والو وماشي هي اللي تكون اداتني. وكنبقى كنسول راسي، واذا ظلمها شنو؟ ما نقدرش نسمح لراسي اني نسوء فيها الظن وهي ما دايره والو. 80% تنقول هي، وديك 20% تبقى عندي فيها الشك، حيت ما كاين عندي حتى شي دليل اللي يخليني انني نشك باللي هي. يعني هذا الشيء تيبقاو غير احاسيس واستنتاجات فاش كنت انا صغيره. زائد الصوره اللي كانت كتجيني كل مره كنمشي عند راقي، شوفات ديولها والحركات ديولها، هذا الشيء كله تيدخل ليا الشك. وكيف قلت لكم شفتها حتى ما بين عيني وانا وسط ديك الحاله، واخا هكاك ما مصدقاش. دخل الصراع ما بيني وبين راسي، ياك ما ظلمها. وليت كنحدي راسي بزاف وما كنتيقش، وكنفضل نبقى بوحدي واخا راني وحيده. وحتى دوك اللي كنت حاطه عليهم الراس هربت منهم. الحاجه الوحيده اللي زوينه وسط هادشي كله انني بسبب هاد الابتلاء تقربت من الله اكثر واكثر، وخلاني انني ما نبقاش نفرط في صلاتي ونبقى ندعي ويكون عندي امل انه كلشي غادي يكون مزيان. وباقي عندي امل في الله، واخا هادشي كله تنقول راه المؤمن مصاب وهذا غير ابتلاء ودايس. واخا بعض المرات الله يسمح لي تنقنط وتنقول ما بقيتش قاده وكندعي باش نموت، حيتاش عييت وعاوتاني تنقول لا خاصني نقوي راسي براسي، حيتاش حتى شي حد ما معايا، ولكن معايا الله اللي خلق كلشي وقادر على كلشي. هذا الشيء اللي مصبرني. بسبب هذا الشيء كله مؤخرا تنعدمت عندي الرغبه وما تليت بغيت حتى شي حاجه، حتى خدمتي كلها توتر وما تنرتاحش فيها. وهذا الشيء مازال راني كنخدم شهر وكنحط شهاده طبيه سيمانه، وماما ما تيبغيوش هذا الشيء. ماما قالت لي يا بنتي ايمان اذا عييتي جلسي مع خوتك، ما غادي يخصك والو، انا نبقى نصيفط لك، جلسي وارتاحي على عيني حن الله ونشوفوا شي طريقه نجيبوك هنا او لا او لا. كتحاول تصبرني وصافي. واخا انا ما متقبلاش انني نجلس في الدار لان تنخاف انه الحاله ديالي تزيد تجهد، وفي نفس الوقت اذا رجعت للخدمه ما تنكونش مركزه وكيبداو يلاحظوا عليا، وداكشي كيدير لي توتر على توتر. انا اليوم عايشه وسط دوامه واخا تحسنت الحاله ديالي من المس، ولكن داخليا بقى ماشي هي هذيك، بغى غير نكون مزيانه وما عارفاش كيفاش ندير. الحمد لله على كل حال مازال عندي امل انه غادي نتجاوز هادشي كامل. ما كرهتكمش انكم تدعيو معايا، ربي يفرج عليا ورزقني السكينه والطمانينه. اما نصيحتي لبنات هي كالتالي، صحتي عليك البنات، ما تقوش كاع قوه التجمعات العائليه بلاك، اذا ما كانوش المناسبات ما كيبلاش بنادم يبقى مع العائله ديالو الصغيره. واللي عنده وليدات ويحضيهم من الصغر ينتبه لكاع لي ديتاي، يعني ما كاينش ماكله بوحديتها ولا تعطيها شي وحده شي حاجه ولا ما كيبلاش. وهذاك التعاطف وداك الضحك وديك النيه ما خصهاش تكون. بنادم يتعامل ماشي ميتعاملش، ولكن المعامله محدوده وتعرف في العائلات من كتكون شي مناسبة اللي خاصك تكوني حاضرة غادي تحضري. الاعراضات بنادم كيتعرض كيمشي بحالو، ما كيباتش، ما يبقاش ما يقولش لا راه حنا عائلة، ما كاينش. العائلة الصغيرة فقط اللي كتقتصر على الاب والام والابناء، حيتاش الثقة زوين. انا كنت كنقول كان عندي واحد خالي كانوا بناتو ولادو ما كيباتوش عند شي حد في العائله، كنت كنقول علاش مالو على حالو، علاش كيدير هكا، حنا عائله، علاش سد عليهم، علاش ما عمرهم ما باتو عند شي حد. كبرت عاد عرفت علاش، يعني فريمون كنسد عليهم والمعامله محدوده، يعني ما كانش كيخلي واخا كانوا كيقولوا عليه مالو هكاك داير منعزل، مالو ما كيجيش، مالو ما كيخليش ولادو، ودوك الهضره كامله ما كانش كيديها فيهم. وعندو الصح، ما عندهم حتى شي مشكل الحياه ديالهم دابا الحمد لله، كبرهم وتزوجوا داروا وليداتهم ترونكيل، ما كاينش زعما تقر تقر زوين. اللي كيكون قريب ليك بزاف تسنى من عنده شي حاجه ديرها زعما عن تجربه، ماشي كلام الفراغ. انا غير والديك وخوتك ما كاينش الثقه ابدا. الميساج اللي بغيت نوصل لك بحال هادي، راه كانت مازال النيه شويه ومع ذلك كان الخبط وكان الحقد وكان الكراهية، فما بالو كيف هاد الوقت هذا اللي ولا كلشي كتسمعي شي حوايج كتبقاي غير كتستغربي، يعني فهمتي كيجيو من اقرب الناس اللي هما الله يستر عندو الحدود في كلشي، الخصوصية راها خصوصية، مكيبلاش داك عرضني نعرضك كل مرة، مكيبلاش مناسبات الكبار في العائلة بحال الأعراس بحال فهمتي ماشي مشكل، ولكن غير هادشي بنادم يسد بابا وشد تقارب وصافي. وهذه هي حكايتي.
وهذه هي كانت حكاية إيمان يا سادة يا كرام. أنا نصحتي الإيمان في نظري أنك تعطي فترة نقاهة لراسك باش أنك تقدري تبدأي مزيان وتستمري وانت مرتاحة. خاصك هو الأول، ناس يقول لك اللي تلفي شد الأرض، خاصك هو الأول أنك تشدي الأرض وحيدي عليك الخوف، لأنه الخوف أكبر سم اللي يقدر يدمرك اكثر من المرض. فيما تذكر شي سلبيه طاحت لك في راسك، غنبقى بوحدي، لا ما غاديش نتزوج، انا خايفه، لا راه ماشي عمتي، لا، تذكر الايه الكريمه اللي فيها مولانا تيقول ان الشيطان يعيدكم الفقر. هذا هو الدور ديال الشيطان، يدخل لك لدماغك ويوسوس لك، ولكن في المقابل تذكري ان الله يعيدكم مغفره منه وفضلا، والله واسع عليم، وايات كثيره ديال العوض الجميل وديال التفاؤل. نصيحتي لك اخت، سيري عند خوتك ارتاحي، عاودي تفكري في النعم اللي نعم عليك بهم مولانا، وحسي بهم، الماكله، الشرب، الصحه ديالك، العائله ديالك، ماوى، حيت هاد الامور اللي حنا كيبان لنا بساط والو، هما اللي غادي يخليوك انك تسترجعي الراحه النفسيه ديالك والسكينه والطمانينه. حيت اذا مشات تفقدت السكينه والطمانينه للانسان، واخا يكون ملك الدنيا وحتى شي حاجه ما كيقدر يذوق الحلاوه ديالها ولا المعنى ديالها، ولكن اذا كانت السكينه والطمانينه وما عنده حتى شي حاجه غير خبز كارم، والله العظيم الا تيكون ملك الدنيا كامله. وهاد الامور كيتصاب بها الانسان مره انا بالخاص كيجيني شي تندزمات ولا كتجيني شي حاجه في حلقي، هذا حال المؤمن، هذا حال الانسان، بين طلق وبين بسط. فمادام انك تجاوزتي خط المس، فالبقايا اللي بقات لك منها اللي هي الخوف، الدواء ديالها هي الذكر ديال مولانا والتوجه لربي. يعني الحل جد سهل، نهار تحسي راسك انك مستعده ديك الساعه بداي خطوه واحده اخرين. ما تقارنيش راسك مع الناس، ما تقوليش هادوك تيديروا، هادوك فين وصلوا، وانا مازال ما تزوجش، ما درتش وليدات. المس والصحه هذاك سبب من الاسباب، ودوك الازواج مازال ما مكتبينش لك. نهار ربي غيعطي الاذن انك تزوجي ويكونوا عندك وليدات، راه مكتوب لك واحد الاجل فوقاش تكون عندك كل حاجه. ما تصدعيش راسك، راه الا تزيرتي وبكيتي وغويتي ودرتي اللي درتي، كاينه واحد الوقيته ربي غادي يسر لك فيها، غادي تجي تاخدي منها النصيب ديالك. فاسال الله تعالى انه يشافيك ويعافيك. هذه كانت حلقتنا الليله، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.